السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا المعتقد الصحيح بإذن الله يتبعه عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. دل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي تطالبه دوما: هات الدين اللي عليك، أعطني حقي. لماذا هذا؟ ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي أن اليهود قالوا: ليس علينا جناح إذا قتلنا العرب، سبينا نساءهم، استبحنا أموالهم، فليس علينا. قد الفاسد دفعهم إلى عمل وقتل الآمرين بالقسط من الناس، قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فقالوا: سواء علينا أأصلحنا أم أفسدنا، النار ستصيبنا الأيام السبعة التي عبدنا فيها العجل، فلا مانع إذن من قتل الأنبياء عندهم بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس. وفي هذا الباب أيضا، وأقول كل ذلك لتدعيم القاعدة المذكورة أن الاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صحيح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمار بن الحمام رضي الله عنه يوم بدر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام وكانت في يده تمرات: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا إنها والله لحياة طويلة. ورمى التمرات، قال: هي حياة طويلة إن حييت حتى أكل هذه التمرات. فرمى التمرات وتقدم فقاتل حتى قتل ونال شرف الشهادة في سبيل الله. أيضا لتدعيم القاعدة قول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين. والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء، يعني تبيع الكيلو 950 جرام في خفاء. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فلو أيقنوا بالبعث ما طففوا الكيل ولا طففوا الميزان. فذا الأصل ينبغي أن يعلم أن الاعتقاد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، والاعتقاد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد، عياذا بالله. من المعتقد الذي نعتقده نحن أهل الإسلام والذي ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أبدا طرفة عين، لأننا نعتقد أن كل الأقوال تكتب وكل الأعمال تكتب، الأقوال تكتب والأعمال تكتب. هذا الأصل ينبغي أن يتأصل فينا. لا تظن أنك خلقت عبثا تتكلم كيف شئت، تخوض كيف شئت، لا أبدا. كل شيء نتكلم به يكتب. دل على هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول تتلفظ به، حتى المزحة، حتى النكتة، التسبيح والتحميد، كل شيء تتكلم به يكتب. وكما سلف فإن قد ذكرنا بقول الإمام، بقول طاووس ابن كيسان اليمامي، لما مرض الإمام أحمد مرضا فأصبح الإمام أحمد يئن من شدة المرض، يئن يتوجع من شدة المرض، قال له قائل من جلسائه: يا إمام، إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كلمة آه تكتب،
فبدلها الإمام أحمد رحمه الله بقول الحمد لله الحمد لله. فالدليل هو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى أيضا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسل الله موجودون معنا الآن وفي كل وقت. بلى ورسلنا لديهم أي عندهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالرسل الله رسل الله بجوارنا موجودون معنا يكتبون ما نتكلم به وما نتلفظ به. ولقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم أي أثر الخطى. إن مشيت إلى خير كتبت آثارك مشيت إلى شر كتبت آثارك. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد بنو سلمة وكانت بيوتهم في أطراف المدينة أرادوا أن ينتقلوا بجوار مسجد رسول الله وهم صلى الله عليه وسلم هم كانوا يحرسون المدينة من أطرافها. قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم الزموا دياركم. كان عندهم محافظة على المدينة من أطرافها تكتب آثاركم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى أيضا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قيل في الطائر قولان. القول الأول الطائر طائرك المقدر لك قالوا طائركم معكم أي المقدر لا يفارقكم. وقيل الطائر في العنق العمل الذي عملته. قال الشاهد من الجزئية الثانية ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا منشورا مفتوحا مفتوحا كما قال تعالى وإذا الصحف نشرت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل أعمالك يا ابن آدم مكتوبة. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيخرج رجلا يوم القيامة فيقول لملائكته انشروا له السجلات سجلات الأعمال التي عملها فانشرون له سجلات مد البصر كلها سيئات مكتوب فيها كل الأعمال التي عملها فتوضع في كفة وتأتي بطاقة هل تأتي بطاقة أخرى. فيقول الله سبحانه وتعالى للعبد هل ظلمك كتبتي الحافظون. قل لا يا رب ما ظلموني. هل لك عندنا من حسنة ترجوها؟ ما عنده كبير حسنة إلا أنه كان يقول لا إله إلا الله فتخرج له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله توضع في الكفة فتطيش بكل السيئات. مثال لرجل أراد الله أن يغفر الله أن يغفر له كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتاب، كل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصيناه في إمام مبين. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالحسنة يقول الله لملائكته: ارقبوه، انظروه، ارقبوه، فإن عملها اكتبوها له 10، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. وإذا هم بالسيئة يقول تعالى للملائكة: ارقبوه، إن عملها اكتبوها له 1، إن لم يعملها، هناك روايتان، اكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني تركها خوفا مني، فتقلب السائلة حسنة إذا تركها خوفا من الله سبحانه، كالصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، وكالرجل الذي جلس بين رجلي بنت عمه قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فقام عنها. فقوله تعالى للملائكة: ارقبوه، دال على أن الملائكة تراقبك، إن عملت كتبت، إن عملت كتبت، حسنة كانت أو سيئة. وربنا قال في شأن الرجل الذي قال: لأوتين مالا وولدا، قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: كنت قينا حدادا فعملت للعاص بن وائل، يعني عملت له سيوف وأدرع وأسهم، ثم جئت أتقاضاه فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: أنا سأقضيك. فنزلت الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فكلامك الذي تكلمت به يا هذا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فهكذا تتضافر الآيات على أن الأعمال تكتب. قال تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الحاصل أيها الإخوة، وكما لا يخفى عليكم أن المعاني العظيمة تتكرر الآيات المذكرة بها في كتاب الله، مثل الأمر بعبادة الله تكرر في عشرات الآيات، الأمر بالصلاة تكرر في عشرات الآيات، أمر ببر الوالدين يتكرر في عشرات الآيات، الأمر أو الإخبار بأن الأعمال تكتب تكرر في عشرات الآيات. من هنا علينا أن ننتبه لهذا، نوقن ونعلم أولادنا أن الأعمال تكتب، وأن لنا صحائف تنشر يوم القيامة، كما قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت. فأسرك أن تنشر صحيفتك، تفتح تجد فيها كل خير، تجد فيها كل خير. هكذا، من ثم كان لقمان يقول لولده: يا بني إنها، أي المعمولة من خير أو شر، وقيل المقسومة من لقمة ورزق، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن، أي تكن أنت عملتها في صخرة أو في السماوات، صخرة محيطة بك من كل الجوانب، أو في أي مكان في السماء، أو في أي مكان، مغارة في جبل، أو في أي مكان في الأرض، يأتي بها الله، يأتي بها الله، سواء قلنا الكلمة أو المعمولة من حسنة وسيئة أو اللقمة المقسومة لك. فالشاهد يا إخوة، الشاهد الذي لا ينبغي أن يغيب عنا، أن كل الكلمات تكتب،
كل الأقوال وكل الأعمال تسطر في الصحف التي ستراها يوم لقاء ربك، يوم تنشر الصحف، تتطاير الصحف وتتلقى الكتاب. لك كتاب، كلنا نعرف ذلك، لك كتاب ستأخذه، لك كتاب ستأخذه وتبدأ تفتح الكتاب، تفتح كتاب، كتاب سيأتيك أحيانا مفتوح جاهز، كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا كان ذلك كذلك فحفظ اللسان مطلب، حفظ اللسان مطلب. أنا أعرف أن كلامي سيكتب، إذن أتكلم بالخير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أترك اللغو الذين هم عن اللغو معرضون، بدل ما تكتب صحيفتك كلها مزاح ونكت، كلها كلام مزاح ونكت وخذ وهات، بدل ما صحيفتك تأتي باغتياب، بدل ما تأتي صحيفتك مليئة بالغيبة والنميمة والشماتة في المسلمين والمسلمات، اجعلها مليئة بلا إله إلا الله، اجعلها مليئة بالاستغفار، اجعلها مليئة بالحمد لله، الحمد لله، سبح الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. املأها بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، املأها بالأمر بالمعروف، كلمة طيبة، صدقة. املأها بالنهي عن المنكر، قللوا اللغو أيها الإخوة، قللوا اللغو، قليل اللغو تصل إلى مراتب الصديقين بتقليل اللغو والزيادة من ذكر الله. إننا أحيانا نغفل، وهذا شأن البشر، أحيانا نغفل، نعرف الصح والخطأ، لكن أحيانا نجد أنفسنا خضنا مع الخائضين، سواء في قيل وقال أو اغتياب أو نكت أو إظهار شماتة أو كلام ليس لنا به علم، وفي النهاية نندم، نندم على كل هذا. خرج حنظلة ذات يوم متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى به أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا حنظلة، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجني والله، أخرجني أني منافق. نافق حنظلة، نافق حنظلة، كيف؟ قال: كيف أنت رجل صالح، يعني حنظلة الذي وغسيل الملائكة، غسيل الملائكة الذي كان مع زوجته في الفراش وسمع داعي الجهاد، فترك الفراش وقام يجري إلى داعي الجهاد فقاتل حتى قتل، فأخبر النبي أن الملائكة غسلته. قال: نافق حنظلة، ذهب إلى رسول الله أشكو نفاقي. قال: كيف يعني، كيف نافقت يا حنظلة؟ قال: أكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا وكأن الطير على رؤوسنا، سكون وخضوع، لا نتكلم لا نتحدث، كأن الطير واقف على رؤوسنا. فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا النساء والضيعات، تكلمنا مع النساء بالكلام الذي يعني معروف، والأولاد والضيعات وأموالنا وإلى آخره، شغلنا الحديث في هذا. قال أبو بكر: وأنا والذي نفسي بيدي، يعني حالك مثل حالي، تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوى له ما يجدانه، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر، لو يعني بقيتم خشع كما أنكم عندي خشع ودومتم على ذكر الله، لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ما المانع أن نجتهد في أن نكون كذلك؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الملائكة تصافحه،
عمران بن حسين رضي الله عنه يقول لأحد جلسائه، يقول لأحد جلسائه: إني محدثك حديثا. مرض عمران فقال لجليس من جلسائه: إني محدثك حديثا، إن أحياني الله فلا تحدث به، لا تحدث به طالما أنا حي، وإن أماتني الله فإن شئت أن تحدث به فحدث به. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، إنه يسلم علي. فلما اكتويت تركت الملائكة السلام علي، لما تركت الكي عادت الملائكة للسلام علي. يعني الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين، تسلم عليه لحسن توكله على الله، لحفظه اللسان، حفظه اللسان إلا من ذكر الله. أيها الإخوة، علينا أن نوقن بهذا يقينا تاما، أن الأعمال تكتب وأن الأعمال تسطر. قللوا الكلام قدر الاستطاعة إلا من ذكر الله، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ذلك أيها الإخوة، توردت النصوص الحث على تقليل الكلام، الذين هم عن اللغو معرضون، إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قللوا الكلام، كثرته تجعلكم تزدرون بين الناس. قلل الكلام، هدي رسولك كان يتكلم قليلا، تكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. هذا، ونسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.